صاحبي والأرض تفسير سبقت عيناي وقت السحر. وقت السحر يعني وقت الفجر. سبقت عيناي وقت السحر لأتلو في جميع أحواله، يعني بدري جدا من قبل ما يجي الفجر يعني. وأيضا بيطلب ما معنى الآية ليس في الموت من يذكره، يقصد ما فيش توبة بعد الموت، ما فيش توبة بعد الموت. واللي بتقال في صلاة الليل يعني معناه ما فيش توبة بعد الموت، يعني لازم الواحد يتوب من دلوقتي.